تعالى اقول لك ازاي تغسلي البطانيه بتاعتك بطريقه سهله وبسيطه جدا، ويلا بينا نشوف مين اللي هيغسلها معانا النهارده. هقدم لكم زوجي هو اللي هيغسلها معانا، وهنشوف بقى وهنحكم في الاخر انهي طريقه احسن، الستات اللي بيغسلوا كويس ولا الرجاله. ويلا بينا ورينا هتغسلها ازاي. اتفضل. بص، هو اول حاجه حطها في البانيو وحط عليها مسحوق. طبعا اي مسحوق موجود عندك، اريال، صافو، اوكسي، اي حاجه، وشويه صغيره قوي من الكلور، وما نسيبلوش كتير في ما نسيبش البطانيه كتير. هو نقعها يعني نقعها في 6 ساعات. طبعا النقع ده يا جماعه بيفرق كتير جدا في غسيل البطاطين، سواء البطاطين او السجاجيد. بسم الله ما شاء الله بيبقى حاجه في منتهى الجمال. ما تستهونوش بالنقع دوت او بالهرس اللي هو بيهرسه كده على البطانيه، او بالهبد بقى سموها زي ما تسموها. بس شايفين الميه ربع طينه بجد. واخدين بالكم هو ما بيدعكش، هو بس بي ايه رايح جاي عليها كده. وكل دوت انتوا هتشوفوها في الاخر، ولا فرشه بقى ولا مساحه ولا مقش خشنه ولا اي حاجه من ده كله خالص، هتشوفوها في الاخر وهتشوفوا النتيجه وهتحكموا بنفسكم. شايفين شكله هو في الاخر اللي هيكسب، او الرجاله عموما يعني. طبعا معروف الرجاله نفسهم بيبقى حلو في الاكل ونفسهم بيبقى حلو في كل حاجه يعني. لا ما تزيدش فيها قوي، مش ايوه طبعا ولا حاجه. لا لا لا، هنشوف في الاخر النظافه ايه اللي هتحكم. اكبر شيفات في العالم الرجاله. ماشي، مش شرط، عادي شغلهم كده فهيشتغلوا غصب عنهم، احنا بس اللي بنكذب بخواطركم. خلي بالك من الاكل البلدي احسن من الاكل البلدي، مش هتلاقي. ولا ايه رايكم؟ اخلكم محاشي. هو في احلى من المحاشي؟ انتوا تعرفوا تعملوها؟ دي الحاجه الوحيده بقى اللي ما تعرفوش تعملوها. بس بس معترف يعني؟ اكل البلدي بقى. البلدي يوكل. لا بجد شايفين الميه، انا ما كنتش متوقعه ان الميه تطلع في البطانيه دي. يعني انا بقول البطانيه دي كنا بنضغطها بيها ازاي، يعني سبحان الله. تشوفيها تقولي عليها لا ده جميله وما فيهاش حاجه، ولكن طبعا من الشتاء للشتاء انا بغسلها على طول ما بسيبهاش. بس شايفين الميه ربريبه خالص. كل ما تدعكي فيها كده برجليكي لو مؤاخذه يعني، او عفوا في الكلمه، هتطلع معاكي كميه تراب مهول. شايفين؟ هنصفي بقى الميه وهنرجع نوريها لكم ونشطفها مع بعضينا. شايفين كميه الميه اللي طالعه منها؟ بجد طين طين خالص. شايفين؟ طبعا البطانيه لسه ما شطفتش، فهوريها لكم بقى بعد ما نشطفها. الاول هنملى عليها ميه، بس بعد ما بننزل الميه دي كلها من عليها. شايفين زي ما انتم شايفين كده، هو بيصفي الميه من عليها خالص عشان ما يبقاش فيها اي صابون وما تاخدش وقت معانا واحنا بنشطفها. لميناها على جنب زي ما انتم شايفين عشان ندي مجال للميه تنزل. ودلوقتي بقى هنشغل عليها الميه النضيفه، هنشطفها طبعا كذا مره مش مره واحده. زي ما انتم شايفين كده فردنا بقى البطانيه تاني وفتحنا عليها الميه. وكده زي ما انتم شايفين دي كده اول مره معانا في الشطيف. شايفين برضو نطلعها الميه عامله ازاي؟ بجد حاجه يعني اقول لكم حاجه تكسب بجد. بس ربنا يخليهولي يا رب زوجي ساعدني فيها، لولاش هو بجد انا ما كنتش عملتها خالص، ما اقدرش اعملها بصراحه. وديتها عند المغسله والله العظيم زي ما بكلمكم كده، قال لي عليها تقريبا 50 جنيه ولا 100 جنيه، كانت 50 ولا 100؟ 70 جنيه. والله ما حط عليها نقطه ميه، زي ما وديتها زي ما جبتها
ورجعتها له تاني، قلت له شايف شكلها عامل ازاي؟ قال لي ما انا عامل ايه، هي كبيره جدا وتقيله. فقلت له طب عشان هي كبيره وتقيله تقوم تضحك عليا وتقول لي ان انا غسلتها؟ لا انا عارفه بطانيتي كويس قوي، وعارفه طبعا هي وسخه ولا نظيفه، فزي ما جبتها لك زي ما خدتها. ورحت واخده من الفلوس تاني. شايفين؟ لا بجد الناس بقت حاجه كده صعبه بجد. طب ما انا احنا نعملها في البيت اهو وزي الفل، وبقت جميله 100 فل و14. ربنا يديله الصحه يا رب. هنغير برده الميه تاني عليها ونرجع نشوفها برده تاني مره معانا. شايفين يا جماعه؟ بصوا ما شاء الله تبارك الله، بصوا جميله مطفيه نظافه انا ما كنتش متوقعاها. يعني انا عايزه اقول لكم حرفيا حطها في البانيو زي ما انا وريتها لكم في الاول، وقعد يدوس عليها برجليه ومؤاخذه فقط لا غير، ولا فرشه ولا اي حاجه، بس طبعا حطينا المسحوق زي ما انا قلت لكم كده. اي مسحوق عندكم وشويه كلور دوبوهم في ميه وحطوهم قبل ما تحطوا البطانيه، حطوهم في البانيو، افتحوا الميه كده في البانيو وقلبوها كده بايديكم، وبعد كده سيبوا البطانيه بقى تتنقع 6 ساعات، انقعيها يوم كامل مش عادي. يعني هو الافضل لو عايزه تنقعيها يوم كامل مش هتفرق طالما انت مش مغطيه الكلور. شايفين؟ مش هتعمل اي حاجه، ما تقلقوش من الكلور خالص. بصوا ده كده تاني مره بنفتح عليها الميه هتملى، وهشطفها برده كمان مره وهوريها لكم، وانتوا هتشوفوا في الاخر النتيجه مبهره. شايفين حبايبي المره الثالثه؟ بصوا الميه بيضه قشطه قدامكم. احنا طبعا لسه هيطلع برده وهيهبط فيها تاني زي ما انتوا شايفين كده. هنشوف بقى الميه بتاعتها هتغير معانا ولا هتستمر في النظافه. ان استمرت يبقى خلاص دي اخر شطفه ليها. الميه غيرت تاني ولا حاجه يبقى خلاص برده هن ايه هنشطفها كمان مره. شايفين؟ بس انا عايزه اقول لكم على حاجه بجد، يعني بلاش ان احنا نخلي الناس الناس دلوقتي ما بقتش لاقيه بصراحه وبكل امانه، فحرام ان احنا نضحك على بعض. يعني انا لما اوديها المغسله وابقى عارفه ان المغسله هتنضفها واجي اتفاجئ ان المغسله ما نضفتهاش، ادفع فلوس على الفاضي؟ لا حرام، معلش. طب ما انا احطها كده لو انا مش قادره وتعبانه؟ لا انا احطها كده اعملها برجليا ولا غير فرشه ولا حاجه ولا تتعبني خالص، وهتبقى معايا زي الفل. كفايه ان انت نزلت التراب اللي فيها. شايفين كده؟ هي غيرت الميه معانا بس طبعا مش قوي يعني عن الاول خالص، فكده هنشطفها كمان مره بعد ديت. شايفين؟ بصوا هو بيقلبها اهو، بصوا. لا بجد جامده جامده ونضيفه بجد، يسلم ايده ورجليه كمان. حبايبي وزي ما انتم شايفين كده بقى الميه خلاص بقت نضيفه قشطه معانا. هنصفي برده الميه كده خلاص اخر مره، مش هنعملها تاني. هنصفي الميه وهوريها لكم بقى، وبعد كده لما انشرها هوريها لكم، ولما تنشف برده هوريها لكم. خليكم معانا حبايبي. وسبت البطانيه بتاعتنا لحد ما صفت الميه اللي فيها كلها، ما شاء الله. شايفين بقى دلوقتي؟ ربنا يخليه لي يا رب زوجي نشرها لي في البلكونه. بصوا هتصفي ميتها بقى طبعا في البلكونه لسه، وبعد ما تنشف بقى نوريها لكم. بس شايفين الجمال بتاعها؟ بجد انا مصدومه بجد ومنبهره من النظافه. ايه رايكم؟ بعد ما نخلص بقى وتنشف ان شاء الله اوريها لكم، انتظروني حبايب قلبي. وزي ما انتم شايفين كده البطانيه بتاعتنا الجميله، شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ والله العظيم بقت ورد ورد بمعنى الكلمه. سبتها لما نشفت خالص خالص زي ما انتم شايفين كده بقى، هطبقها وهشيلها بقى كده. شايفين؟ الله اكبر. شايفين؟ الله جميله بجد والله العظيم. يلا بقى جربوا الوصفه ديت وهتدعوا لي عليها ان شاء الله. شايفين؟ جربوها من غير دعك ولا اي حاجه ولا تعب ولا زهق ولا ملل من البطاطين اللي احنا بنعاني منها بجد في غسيلها. ان شاء الله برده نعمل معاكم السجاجيد وهوريكم طريقتنا السهله البسيطه فيها ان شاء الله. اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.